الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يرجره. اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت ملاذنا وأنت معيننا وأنت ناصرنا، فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت أهل الثناء والمجد، وأنت أهل التقوى والمغفرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى أمانة ربه وبلغ رسالته ونصح لأمته وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم جازيه عنا خير ما جازيت به نبيًا عن دعوته ورسولًا عن رسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نرى، فاللهم أدخلنا مدخله واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، كل عام أنتم بخير بهذه المناسبة الجليلة العظيمة وهذا الشهر الكريم الفضيل الذي هو منحة من منح الله سبحانه وتعالى ونفحة من نفحات الله عز وجل، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. نفحات من الله ورحمات من السماء في هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل أو تصفد فيه الشياطين، وينادي منادي من قبل الله عز وجل: ألا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر فرصة عظيمة لنا لكي نتطهر من ذنوبنا ونتخلص من معاصينا وترفع درجاتنا عند الله عز وجل وتمحى في هذا الشهر إن شاء الله تعالى السيئات. سيكون لنا لقاء مرة في كل أسبوع إن شاء الله في هذا الموعد نتحدث فيه عن فقه الصيام، حتى نعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأرشدنا علماؤنا، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى صحيحا. فصحة العمل ركن من أركان قبوله، لابد أن يكون العمل صحيحا ولا بد أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين. قبل أن ندخل في فقه الصيام، وهو فقه إن شاء الله سيكون ميسرا دون أن ندخل في تفريعات كثيرة واختلافات عديدة للعلماء، نريد أن نعرف في هذا الشهر كيف نصوم لله رب العالمين دون الدخول في هذه التفاصيل التي تدرسونها أو يدرسها المتخصصون منكم في قاعات الدرس والبحث، وهي كثيرة إن شاء الله. قبل الكلام عن فقه الصيام، لا بد أن نتكلم عن شيء في غاية الأهمية، وهي: لماذا نصوم؟ إجابة عن هذا السؤال: لماذا الصيام؟ لماذا فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام؟ هل فرض علينا الصيام من أجل أن نجوع أو أن نعطش؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يعذبنا؟ كلا، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا ومن نفوسنا، فالله لم يفرض هذا الصيام من أجل الجوع والعطش، ولكن الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال إجابة
واضحة صريحة بينة لا تترك الإنسان أن يجتهد في الإجابة عن هذا السؤال. في هذه الآية التي نحفظها ونفهمها ونعلمها جميعا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. نعم، لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام هي تحقيق التقوى. إن تحقق التقوى فصيامنا إن شاء الله مقبول ومأجور بإذن الله تعالى. إن لم تتحقق التقوى فلا فائدة في هذا الجوع والعطش. والتقوى معناها أن يتقي الإنسان المعاصي، يجعل بينه وبين المعاصي حجابا ساترا واقيا من هذه المعاصي. إن تحقق هذا في شهر رمضان فصيامنا إن شاء الله مقبول ومأجور. إن لم يتحقق هذا فلا فائدة من الجوع والعطش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي لا ينفعه الصيام ويمنعه من المعاصي مثل القول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يأكل وأن يشرب. يأكل وأن يشرب لأن الصيام لم ينفعه، الصيام لم يمنعه من المعصية. فالصيام يمنع الإنسان من المعصية ويرتفع به في مجال الأخلاق. إن حدث هذا فصومنا مقبول إن شاء الله. إن وجدنا من أنفسنا أن الصيام يمنعنا عن المعاصي التي كنا نفعلها في غير شهر رمضان ويحسن أخلاقنا فهذا صيام مقبول، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. الرسول كان كريما في طوال حياته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكرم كان يصل إلى الحد الأقصى في شهر رمضان. أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يأتيه جبريل ويدارسه القرآن الكريم، يراجع عليه القرآن، يعرض عليه ما حفظ طوال العام، يسمع من جبريل ويسمع جبريل عليه السلام القرآن الكريم. فهذا الشهر فرصة لتهذيب الأخلاق وللتخلي من المعاصي. نضع لأنفسنا هدفنا الآن، نحن ما زلنا بفضل الله في أول الشهر، هذا اليوم الثالث، لكن نضع لأنفسنا هدفا ونحاسب أنفسنا عليه بعد الانتهاء من شهر رمضان. الهدف الأول التخلي من المعاصي، معاصي كنا نفعلها نتركها في شهر رمضان ثم نتركها بعد رمضان. لا يمكن أن نترك هذه المعاصي في رمضان ثم نعود إليها بعد ذلك. أيضا طاعات كنا لا نفعلها نفعلها في رمضان ثم نواصل الفعل في غير رمضان. كان بعضنا يقصر في قراءة القرآن، كان بعضنا يقصر في أداء الصلاة في جماعة، كان بعضنا يقصر في الذكر والدعاء، كان بعضنا يقصر في غض البصر، كان بعضنا يقصر في قيام الليل، كان بعضنا يقصر في الصدقة. فجاء شهر رمضان فوجدنا أنفسنا نفعل هذه الطاعات جميعا، نقرأ كتاب الله عز وجل كثيرا أو نسمع كثيرا، نصوم النهار، نقوم الليل، نعطي للفقراء، كل ذلك تدريب. لماذا؟ لكي نفعل بعد رمضان. فإذا نجحنا في هذا، إذا نجحنا في زيادة الطاعات في خلال شهر رمضان ثم المواصلة بها حتى يأتي رمضان القادم إن شاء الله كانت لنا أعمار، إن تركنا المعاصي في نهار رمضان وفي ليل رمضان ثم استمر هذا الترك حتى بعد شهر رمضان حتى يأتي رمضان القادم فقد نجحنا في الاختبار، قد قمنا بما يجب علينا، قد حققنا الحكمة من الصيام، من تشريع الصيام، كما قال الله عز وجل: وربطها بالتقوى لعلكم تتقون.
وكما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيه كم كبير من الأخلاق يغرسها فينا هذا الشهر الكريم، يغرس فينا احترام الوقت، يغرس فينا أن الدقيقة الواحدة أو بعض الدقيقة تفرق. فلو أكل أحدنا متعمدا بعد أذان الفجر بدقيقة أو بنصف دقيقة صيامه باطل لا يصلح. إن تعمد أحدنا وأكل قبل المغرب بنصف دقيقة فصيامه باطل لا ينفع. لماذا؟ احترام الوقت. لابد أن نحترم الوقت في حياتنا كلها، نحترم هذا الوقت ليس بالساعات ولا بالأشهر ولكن بالدقائق، لأن الوقت هو الحياة. كلما مر وقت مر جزء من حياتك في هذا الأمر. فهذا يغرس فينا خلق الصبر، نصبر على الجوع والعطش طوال هذا النهار. يغرس فينا خلق المراقبة لله رب العالمين. يستطيع أحدنا أن يغلق عليه بابه وأن يأكل ويشرب ولكننا لا نفعل. لماذا؟ المراقبة، نحن نراقب الله سبحانه وتعالى. فهل نراقب الله عز وجل في كل أعمالنا أم أننا نراقب الله في الصيام فقط؟ لا، نحن نتعلم المراقبة في الصيام حتى نتعلم هذه المراقبة في كل تصرفاتنا وكل أفعالنا. الالتفاف حول كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا ودعوة. فواجب المسلمين نحو كتاب الله عز وجل ليس واجب القراءة فقط، ليس واجب الفهم فقط، ليس واجب العمل فقط، ولكن مع هذا كله الدعوة إليه. واجب القراءة والذكر، ولا أنتم تعرفون واجب وأجر قارئ القرآن، ثم العقل والتدبر الفهم، نفهم كتاب الله سواء بأنفسنا أو نستعين بكتب التفسير أو بالعلماء أو بغير ذلك، ثم نطبق ما فهمنا وما تعلمنا، ثم ندعو الناس إلى هذا الفهم الذي تعلمناه. أربع واجبات تجاه كتاب الله عز وجل: قراءة، ثم التدبر، ثم العمل، ثم دعوة الناس إلى هذا العمل الذي نعمل. كل ذلك خيرات الله سبحانه وتعالى جعلها في هذا الشهر العظيم، وهذه الخيرات كلها ترفع في ميزان الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة، الأخلاق الصحيحة، وتخفض من السيئات. كلما أراد الإنسان أن يعصي الله في نهار رمضان يقول: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، يخاف على صيامه، وفي ذلك تدريب على ترك المعصية. إذا كنا تركنا المباح الحلال في نهار رمضان فمن باب أولى أن نترك الحرام. تركنا الطعام، تركنا الشراب، تركنا الشهوة، هذه أشياء مباحة ليست محرمة ولكن حرمها الله علينا في نهار رمضان. فإذا تركنا هذا فمن باب أولى أن نترك المعصية. وعليكم أن تعرفوا أيها الشباب أن صيام رمضان ليس في النهار فقط كما يظن البعض. الناس تقول نحن نصوم في النهار فإذا أتى الليل نفعل ما نشاء من المعاصي. لا، الصيام في نهار رمضان، الله سبحانه وتعالى لم يقل نهار رمضان ولكن قال شهر رمضان. الشهر يعني اليوم والليلة. في النهار نصوم عن الطعام والشراب، وفي الليل نصوم عن المعاصي. المعاصي محرمة في النهار وفي الليل، ليست مباحة في النهار أو مباحة في الليل ومحرمة في النهار. بعض المسلمين يفهم ذلك يقول إذا أفطرت بعد المغرب أفعل ما أشاء. لا، أنت صائم، قل إني صائم، صائم عن المعاصي، صائم عن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فهذه أخلاق لابد أن نقف عليها أولا. هذا الشهر يزرع ويغرس فينا مجموعة من الأخلاق الفاضلة، وينزع وينتزع منا الأخلاق السيئة. فإذا استفدنا من ذلك استطعنا أن نصوم صوما حقيقيا، استطعنا أن يكون صيامنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الإيمان والاحتساب، صوما حقيقيا، صوما عن الطعام والشراب وعن الشهوات عن المعاصي عن الآثام. هذا هو الصوم الحقيقي الذي يريده الله
وهو يحقق في النهاية معنى التقوى. والتقوى هو ترك المنهيات وفعل المأمورات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مقدمة قبل أن ندخل إن شاء الله في المرة القادمة حول أحكام الصيام وهذه الأشياء التي ربما نسأل عنها كثيرا، ما يفطر الصائم وما لا يفطر الصائم، لكن هذا أمر في غاية الأهمية أن نتخلق بأخلاق الصيام قبل أن نفهم أحكام الصيام. فأحكام الصيام سهلة وميسرة ونستطيع أن نعرفها في عجالة سريعة إن شاء الله، لكن المهم من ذلك كله هو البناء الأخلاقي. أثر هذا الصيام في أخلاق المسلم، أثر هذا الصيام على سلوك المسلم، لا يكون صائما ثم يشتم هذا ويسب هذا ويقذف هذا ويغتاب هذا ويقول إني صائم. لا، الصيام يمنع الإنسان من المعصية ويعين الإنسان على الطاعة، فإذا فعلنا ذلك فنحن صائمون حقا، وإذا لم نفعل ذلك فلنراجع أنفسنا ولنعد ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وخالص أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.